ايه يا بنت انت مالك؟ بيت اهلك هو؟ ها؟ ارحمي الحيطة هتتفلق. ما تخافيش، انا ما بعرفش احسد يا ست الستات. امال بتعرفي تعملي ايه يا روحي؟ اقعدي بكلمك. وانا ماليش مزاج اقعد اتحدث معاكي. بعدين اقعد معاكي عشان ايه وليه؟ انت مش واخده بالك انك ضرتي؟ لا انا مش ضرتك يا حبيبتي، انا هنا ستك وتاج راسك، واللي اقول عليه تعمليه. الله يرحمك يما، كنت طيبه وكل الناس تحبك، ولا عمرك شلتي غل وحقد في قلبك لحد، ولا عمرك كنت خربت بيوت. تقصدي ايه؟ ياه في ايه؟ بدعي لامي. بقول لك ايه، اجري لها الفاتحه. اقعدي يا مفيد، اقعدي. اياك عقلك يقول لك ان انا مكسوره الجناح، ولا اخاف منك، ولا اكش لما تكشري في وشي وتحمر عينيكي. لا انا نمت في الطل وشفت اشكال والوان، ولا فيش حاجه تخوفنا ابدا ولا تهز شعره مني. الاشكال والوان دي شفتيها فين بقى يا ست الحسن والجمال؟ في البيوت اللي اشتغلتي فيها خدامه؟ هلا قولي لي يا مفيد، هي خدمه البيوت يا اختي شكلها ايه؟ يعني لما كنت تخشي بيت كده لا مؤاخذه كله رجاله، كنت بتعملي لهم ايه عشان يمسكوا فيكي قوي كده؟ مش هرد عليكي ولا الكلام اللي بتقوليه ده يهزني. البت دي عايزه منك ايه؟ البت دي لازم تمشي من البيت. البت دي لازم رقبتها ورجلها يتقطعوا من البيت ومن الدنيا كلها. سيبك انت منها وخلينا في المفيد. النيابه بعت لنا كلنا عايزه تاخد اقوالنا. ليه؟ عايزه تاخد اقوالنا في موت عبد الحكيم. وانا مش عارفة اعمل ايه ولا اقول ايه. اقول لهم نادية تاخد عبد الحكيم بالنار، اشهد عليها، احط في رقبتها حبل المشنقة. مش عارفة اعمل ايه، دبريني يا بنتي. فريدة، فريدة، ايه داي؟ راحت فين داي؟ فريدة، فريدة يا بنت. محدش سمع لك حس يعني؟ هو بعد اللي عمله فيها مروان قدام كريمة هيطلع لي حس؟
عايزه تفهميني انك سمعتي كلام ولدك. استغفر الله العظيم. يا بنتي يا بنتي عزاه من السعاده حلي. جبريه مروان شايل هم كبير. معلش راجل يا اختي وشيل كده كمان ألف مره ولدي وانا عارفاه. يبقى نساعده. وماله؟ ما انا بدعيله. ندعيله ونقف جاره. شوفي يا حبيبتي، لو ولدي عز دمي انا سيحه تحت رجليه، بس هو يكون مبسوط. هو ما عايزش تسيحي دمك، هو عايز قلبك يصفى. قلبي صافي ماليه يا فوزية؟ لكل الناس إلا واحدة قلبي يصفى لهاش أبدا. بس يا جبرية. شوفي يا بنت الناس، إن عقلك قالك إن اللي فات مات، أقولك لا، اللي فات بيموتش يا فوزية أبدا. ده بيكبر ويفرح ويطرح شوك ويدق جدره في الأرض، يثبت زي الصخر والجبل تقدريش تشيليه. واللي في قلبي الكريمة صخر من المر. حريم ولادك يبقوا بناتها؟ لا، ولادي ما اتجوزوش، لقيوش نصيبهم لسه. يعني مفيش فايدة. حبيبتي شكلك تعبانة، روحي نام. روحي. مالك فوزية؟ فوزية ده إجراء طبيعي جدا يا مروان، النيابة هتاخد أقوالكم. أقوالنا كلنا؟ الله، مش كنتم موجودين كلكم ساعة الحادثة؟ أيوة كلنا كنا قاعدين. خلاص هيسألوكم كام سؤال كده علشان يقفل التحقيق. يعني أنت عايز عمتي وبناتها يشهدوا ضد بيت خالهم؟ أنا ما قلتش يشهدوا، أنا قلت يقولوا اللي شافوه. كل واحد شاف حاجة يقول عليها، وده إجراء روتيني قلت لك. ربنا يعيننا. حسن بجد ثانك يو، لولا الخروجة دي كان زماني سبت بابا وعمتي والبلد ومشيت بره البلد. ياه، ده أنت مش طايقة البلد خالص. مش القصد يعني، بس مش واخدة على الجو هنا. إيه اللي بيضحكك؟ مش عارفة، أصلي سمعت حاجة كده يعني، مش عارفة صح ولا لأ. ويا ترى بقى حاجة زين ولا عفشة؟ مش عارفة يعني، بس هي بالنسبة لي غريبة. طب قولي لي إيه هي؟ هو صحيح أنت متجوز اتنين؟ أيوه، حاجة غريبة ولا إيه؟ غريبة قوي، أصل أنا كمان سمعت إن هما عايشين في بيت واحد. أيوه صح. لا بجد. والله عن جد. روحني بقى علشان بابا كلمني 100 مرة وأنا ما ردتش عليه. اتفضل.